بعد تهديد أمريكي برفع الغطاء عن إسرائيل إن اجتاحت رفح، الخلافات بين نتنياهو والبيت الأبيض تزداد عمقاً وسط استمرار تبادل الاتهامات والرسائل بين الجانبين عبر الأعلام. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقد في خطاب وجهه إلى أيباك الاحتجاج على خطة إسرائيل بالقضاء على حماس، وأكد أنها ستعمل عسكرياً في رفح كي تحقق الانتصار. ورداً على تقرير استخباراتي أمريكي حذر من أن قدرة حكومة نتنياهو على البقاء قد تكون في خطر، قال مصدر مقرب من الأخير إن إسرائيل ليست دولة تحت وصاية أمريكية، وإن على إدارة بايدن أن تعمل على تفكيك حكم حماس بدلاً من تفكيك حكومة نتنياهو. وكان نتنياهو وبايدن قد دخلا في حرب تصريحات عقب كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي عن خطته لتوسيع عملياته العسكرية في رفح بصرف النظر عن التوصل إلى اتفاق مع حماس. فجاوبه بايدن بأن اجتياح إسرائيل لرفح سيكون خطاً أحمر. وتشير تقارير غربية إلى أن مواقف بايدن تعكس حجم الخلاف مع نتنياهو وحكومته، خاصة بعد أيام من استقبال خصمه عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس في واشنطن. وبالنسبة لبايدن أصبح من المهم بشكل متزايد عدم إثارة الجناح اليساري للحزب الديمقراطي في الفترة التي تسبق الانتخابات الأمريكية نوفمبر المقبل، لما تمثله الحرب في غزة من معضلة تواجه تلك الانتخابات. فهل ستكون العملية المحتملة في رفح القشة التي تهدد بانهيار تلك العلاقة وتقود إلى مواجهة بين الطرفين؟